قبل ما اسيب البيت احب اعرف شويه تفصيلات. طبعا اذا كنت متصوره اني هوافق انك تقعدي في البيت هنا لوحدك تبقي غلطانه. افتكر دي حاجه بتاعتي وانا اللي قررها. متاسف يا هانم، ست ومطلقه وقاعده لوحدها في البيت ده وضع مش ممكن اقبله. تفتكر لسه من حقك تقبل او ما تقبلش؟ ده انت معلوماتك ناقصه قوي يا هاني. انت ما تعرفيش ان انا ممكن ارجعك في اي وقت سواء رضيتي او ما رضيتيش. ايوه تقدر تعمل حاجات كتير قوي، وتقدر تستخدم حقك اسوأ استخدام، وتقدر ترجعني لمجرد انك تعذبني وبس. مش صحيح، انا بس مش عايز الناس تقول ان انا تخليت عن بيتي وعن بنتي. الناس؟ انت عايز ايه؟ انت عمرك ما عرفت انت عايز ايه. انا عمري ما حققت حاجه من اللي انا عايزها، طول عمرك كنت واقفه قدامي، طول عمرك بتعامليني زي الطفل الصغير حصراني بشويه مبادئ ومثل انتهت من زمان. مبادئ عمرها ما بتنتهي، صعب قوي في السن ده انك تبتدي تحسها من جديد او تتعلمها. انا ما اقدرش طول عمر اخد محاضرات. انت فاهمه نفسك ايه؟ استاذ في الجامعه وانا تلميذ عندك. يا هانم انا عندي في مكتبي 20 موظف عندهم الليسانس بتاعك. صراحه افتكر كل اللي بتقوله دلوقتي ملوش اي فايده. احنا خلاص وصلنا الحل وانتهينا. جهاد أفندم، في حد تاني في حياتك؟ ما تغلطش، رد عليا، في حد تاني في حياتك؟ بعد اللي شفته معاك صعب قوي إن حد تاني يدخل حياتي. إمتى حصل الكلام ده؟ عرفت من شوية. أظن دي كانت أمنية حياتك. أمنية حياتي إني جهاد تطلق؟ ليه؟ وده يغير إيه؟ تبقى مجنون لو فكرت إن رؤوف علوي في يوم من الأيام يبقى الراجل التاني في حياة أي ست. تبقى غلطان. يا للدرجة دي؟ الكلام ده لو كانت رفضتك وبعدين اتطلقت، لكن دي ما عندهاش أي فكرة. أنا ما ادخلش في معركة أبدا مرتين. أنا كل اللي أقدر أعمله دلوقتي إن أقف جنبها أحميها. أيوة أنا كان قصدي يعني. نعيم أنا مش هسمح لك تتكلم في الموضوع ده تاني، مفهوم؟ لا مش فاهمة. ثم إزاي صلاح يتصرف تصرف زي ده من غير أنا ما أكون موجودة ولا حتى أختك؟ إيه مش عامل اعتبار لحد؟ تفتكري حضرتك لو كنت موجودة كان هيغير حاجة من الموضوع؟ يا حبيبتي مش الفكره، بس هو يوم ما حب يتجوزك جه خطبك من اهلك، فالمفروض ان حد مننا كان يبقى موجود. لا انتي ولا ماما كنت هتتحملوا الموقف ده. طيب وسهر كانت نايمه يعني ما عرفتش حاجه؟ لا قلت لها انه مسافر. وطبعا انتهت فرصه وجودك لوحدك ومضاكي على التنازل. انا مش فاهمه ازاي تتصرفي كده. يا ماما افهميني، اذا كنت انا بتنازل عن حياتي معاه يبقى بعد كده سهل قوي اتنازل عن اي حاجه. انت اللي عودتيه على التنازل ده، طول عمرك مسهله له كل حاجه. امتى تتعلمي؟ انت اصلك ما جربتيش تعاشري انسان ما هواش عارف هو عاوز ايه. حياته كلها تناقض، الحب بالنسبه له ملكيه سيطره. انا كنت في نظر صلاح جاريه. عارفة يعني إيه جارية؟ إحساس فظيع إنك تتخلي عن كل حاجة، عن إرادتك، عن التعبير عن رأيك، ويبقى كل هدفك إنك ترضي إنسان بيحاول يحطمك. أنا مش مختلفة معاكي، دي حياتك يا جهاد، حياتك أنت لوحدك، وأنت حرة تتصرفي فيها تاخدي مواقف زي ما أنت عايزة. بس عايزة أقول لك حاجة، اللي بيتنازل في الأول بيتنازل في الآخر. أوقات وانتي بتتنازلي عن شيء
بتحس انك بتكسبي شيء اكبر منه. تكسبي ايه يا جهاد؟ ده انت خسرتي كل حاجه، وهو انتهز فرصه ان اعصابك ما بتتحملش وخد كل حاجه. انا كان كل اللي يهمني بنتي سهر. بنتك سابها لك عشان ما يتحملش مسؤوليتها، وهو متاكد انها حتكون في عينينا الاثنين. انا تعبت تعبت خلاص صراحه، بيبان قدام الناس بشكل ومعايا انا بشكل تاني. كلامي بالنسبه له على طول مش مفهوم، اللغه اللي بيننا مختلفه، انا في وادي وهو في وادي تاني. جهاد عشان خاطري انا اهدي. انا جيت في الاخر كنت بخاف منه، احساس فظيع فظيع. تخافي منه؟ تخافي منه يعني ايه؟ يقدر يقدر يعمل اي حاجه في الدنيا. جهاد انا عمري ما شفتك بالضعف ده. تخافي منه يعني ايه؟ كل الحكايه ان هو عارف نقطه الضعف اللي فيك، عارف ان انت حساسه زياده عن اللزوم، ما بتقدريش تستحملي الاهانه. لا يا غلطتي، انا اديته احاسيس كبيره قوي ما قدرش يفهمها، اديته احساس انه اهم حاجه في حياتي، كنت بسمع له حتى ولو كان كلامه تافه، ما كنتش بناقشه، كنت مبهوره بيه. على ايه مانيش فاهمه؟ انت بس في الفتره الاخيره انشغلتي عنه شويه. كان لازم انشغل عنه والا كنت هموت. كتبت، صرخت، حسيت ان في حاجات كتير عايزه اقولها من غير ما حد يرد عليا. خلاص اجرمت في حق البشريه. ما حدش قال كده. انا خلاص عايزه انسى كل اللي عملته في نفسي، عايزه انسى البني ادم ده. جهاد هاني موجودة؟ أيوه يا فندم موجودة. لولاها مين حضرتك؟ محمود ناصر صديق صلاح. مساء الخير. أهلا. أهلا محمود. أهلا يا جهاد. ماما. أهلا. أختي نهلة. أهلا. اتفضل. أنا يمكن جيت في وقت غير مناسب، انما ده من حقك صديق طبعا مش لصلاح بس. انا طبعا مقدره شعورك، بس اللي حصل ده كان لازم يحصل. جهاد انا مش جاي اقوم بالدور التقليدي بتاع ولادي الحلال ابدا. كل اللي عايز اقوله ان بعد النفوس ما تهدى. أنا نازلة يا جهاد، ورايا مشوار مهم وهرجع لك تاني. بداية عظيمة يا دكتورة نهلة، بس البحث ده هياخد منك وقت كبير. وأنا ورايا إيه يا دكتور محسن؟ أهو على الأقل أحس إن أنا بعمل حاجة. هتعملي حاجة، هتكون حاجة كبيرة أوي. بس خلي بالك، أنا عاوز تحليل العينات يتم بمنتهى الدقة. ما تخافش يا دكتور، أنا بعمل كل حاجة بنفسي.
وانا بحسد كل حاجه بتعمليها بنفسك وكل حاجه ايديك بتلمسها. وبعدين يا دكتور محسن، احنا هنرجع للكلام ده تاني؟ انا شخصيا عندي امل كبير ومش هيأس. وانا مصممه انك تيأس. الله، ده اضطهاد ده بقى. ايه انت قصده ولا ايه؟ ايوه قصده. ما دام قصده يبقى ابتديت اشغل افكارك. تشغل افكاري؟ انا خلاص ما بقاش في حاجه تقدر تشغل افكاري. انا اللي بيشغل افكاري حاجه واحده بس، قلب تعبان ومش قادره اريح. طب ما هو انا كده بالظبط. انا بقول نشوف شغلنا احسن. عن اذنك يا دكتور، الدكتور شمس عايزني. اللي فهمته انها مش مستعده تتكلم او تتفاهم في اي حاجه دلوقتي. لازم تسيبها شويه. صراحه جهاد مجروح، ما تتصورش انا احترمتها قد ايه، ما حاولتش تجرحك قدامي بكلمه. لا، ما هي لابقه وذكيه وتعرف تاخد اللي حواليها في صفها. تاكد يا صلاح ان ما في ست في الدنيا ممكن تهدم بيتها الا اذا كان عندها اسبابها القويه، وخصوصا اذا كانت من نوع جهاد. جهاد؟ جهاد دي نوع خطير من الستات، عندها مقدرة غريبة انها تخلي كل اللي حواليها يحبوها ويتعاطفوا معاها. مفيش راجل في الدنيا ملوش اخطاء، بس مش لازم يتشنق عليها. جهاد في حياتي كانت بتقوم بدور الجلاد، رضاها صعب وغفرانها اصعب. ما اعتقدش ان في راجل في الدنيا يستحمل يعيش مع جلاد. ما هو لو كانت بتقوم بدور الجلاد تبقى انت من وجهة نظرها كنت متهم. متهم بايه؟ متهم باني مشغول عنها باكل عيشي؟ متهم باني بحاول اوفر لها الحياه اللي اي ست في الدنيا تتمناها؟ صلاح ما تظلمهاش، جهاد عمرها ما كانت ماديه. ما فيش ست في الدنيا مش ماديه، كل ست في الدنيا بتحب تحس ان طلباتها كلها مجابه. انا عملت المستحيل عشان اسعدها، جريت وشقيت عشانها وعشان بنتها. انت جريت اه، لكن في اتجاه مخالف. يعني ايه في اتجاه مخالف؟ يعني مش هو ده اللي كانت جهاد محتاجاه؟ يا محمود افهمني، اي جواز في الدنيا بيتم عن طريق الحب بيبقى معرض لمخاطره جامده. عارف ليه؟ لان كل واحد من الطرفين بيبقى باني صوره في خياله للتاني، ومش متصور انه ممكن يخرج عن اطار الصوره دي. بعد فتره وبدون شك بيحصل نوع من الملل مهما كان الحب كبير. في فتره الملل دي لازم كل واحد من الطرفين يعيد النظر في العلاقه. انت بتتكلم عن الجواز كانه قضيه. ما هو قضيه، صدقني يا محمود، ده قضية العمر كله. اتنين من بيتين مختلفتين، كل واحد فيهم اتربى بطريقة شكل، اتعلم قيم شكل، له مبادئ شكل، أكيد لازم يحصل صدام. أبداً، في ناس بتعيش من غير كل الفلسفة بتاعتك دي. معاك، بس واحد فيهم لازم يستسلم، واحد فيهم لازم يتنازل، والطبيعي إن هي اللي تستسلم. تبقى اخترت جهاد غلط. بلاش فلسفة وكلام فاضي، العالم كله ابتدى يتراجع دلوقتي عن شغل الست. ما هو مش معقول ابقى راجع البيت تعبان من الشغل الاقي افلاطون قاعد مستنيني. افلاطون؟ اه افلاطون. وخد عندك بقى كلام عن حريتي، شخصيتي، حقوقي. هو احنا امهاتنا دول ما كانوش امهات وستات وهوانم كمان؟ لا، بس ما تنكرش ان جهاد كانت ست بيت درجه اولى. اه ست بيت بالامر. مش حقيقي، جهاد عمرها ما قصرت في واجباتها. كانت بتعمل كل واجب فيهم كأنها بتتعذب. ياه، للدرجة دي؟ ممكن اتنين يشبهوا بعض؟ أنا نفسي في بنت تكون شبابي. إيش معنى بنت يعني وتكون شبابي؟ طب ليه مش ولد ويكون شبابك؟ لا، حغير منه لو حبيتيه أكتر مني.
أحسن علشان أفضل أحبك على طول حتى وأنت بعيد عني. ليه بس كده ربي؟ لو بعرف أرسم دلوقتي كنت جبت لوحة ورسمت أحلى بورتريه في الدنيا. دكتور محسن، إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ مش عارف أتكلم معاكي فوق، قلت أجي المكان اللي ألاقيكي فيه لوحدك. ساعات بقاوم إحساس غريب مش قادر أهرب منه. إيه هو يا دكتور؟ ساعات بتمنى إن أكون زيه، مش زيه، أكون هو حسين، وأتمتع وأنا في عالم تاني بأحاسيسك ناحيته. يا سلام عليك يا دكتور محسن، أنت مش هتبطل مبالغة أبدا. دي آخر مرة هبالغ فيها. ها، أخبار الشغل إيه؟ مش عارفة يا دكتور، في حالة قلب محيراني. بنت صغيرة عندها 16 سنة، يعني لسه بتبتدي حياتها ومحتاجة لتغيير صمام في القلب. طب وإيه المشكلة في كده؟ المشكلة إن البنت رافضة تعمل العملية ومصممة، وطبعاً أهلها هيتجنن. وإنتي ما قدرتيش تقنعيها؟ ما قدرتش. البنت عندها حالة يأس فظيعة جدا، بتقول إن العملية مؤقتة وهي عارفة إنها هتموت هتموت. قلت لها إيه؟ ما أقدرش. يعني إيه ما تقدريش؟ وأنا كمان ما أقدرش أسيبك قاعدة لوحدك في بيت طويل عريض زي ده. خلانك يقولوا إيه؟ خلاني؟ خلاني إيه اللي دخلهم في حياتي؟ خلاني كانوا فين يوم ما حسوا إني تعبانة في حياتي؟ حد منهم حاول يعمل حاجة؟ خلاص دلوقتي مفيش حد داري بحد. هي الأصول كده، وإحنا تعودنا على كده، وإنتي أول بنت تتطلق في العيلة. يقولوا إيه بس؟ محدش له عندي حاجة. إنتي تسمعي الكلام، لو كان أبوكي عايش الله يرحمه ما كانش سمح لك تقعدي ببيت طويل عريض زي ده لوحدك. الله، الناس يقولوا إيه؟ إنتي كمان يا ماما هتقولي لي الناس؟ الناس مش هيرحموني في جميع الأحوال، سواء قاعدة معاكي أو قاعدة لوحدي. الناس لازم تتعلم تسيب كل واحد في حاله. مش احنا اللي هنعلمهم، لازم نبتدي نعلمهم. هي كلمة واحدة، انا ما تعودتش انك تكسري لي كلام ابدا. اتفضلي جهزي شنطتك انت والسهر. انا مش فاهم ساكت بتعمل ايه بالظبط، والناس اللي طالبين المقابله دول اقول لهم ايه؟ الكتب دي توصلها البيت حالا، كل الاوراق تحطها في دوسيه وتجمعها وتخليها عندك لحد ما اطلبها. حاضر حاضر، بس حضرتك فاهم سيادتك مسافر. ارجوك يا علي أرجوك، يا ريت مسألنيش ولا سؤال دلوقتي خالص. الجوابات دي توصيات مني للناس محتاسة ومحتاجة، أرجوك توصلها لهم. إذا سألوا علي طمنهم. حاضر، أي أمر تاني يا فندم؟ لا 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 يعني كده كويس، كويس جدا. في مين برا؟ نورة هانم، بقالها مدة، والأستاذ نعيم. نورة؟ ما قلتش نعمل الصبح خليت خش. حاضر يا فندم. مدام نورة اتفضلي يا فندم. أهلا نورة، سألت عليك في البيت ما كنتش موجودة، اتفضلي. بقالي نص ساعة برا. ايوه يا حبيبتي، بس احنا مش كنا متفقين ما تجيليش المكتب اليومين دول بالذات؟ ايوه اتفقنا، بس ما قدرتش. بقى اليومين بسمع كلام كده. عزيز فهمني ايه اللي حاصل. ما كانش ده واضح في كلامي معاكي في اخر مره تقابلنا فيها مع بعض؟ لا انا كنت فاهمه انك كنت بتفكر بصوت عالي. لما بفكر بصوت عالي يعني بكلم نفسي.
ببقى بكلمك. يعني ناوي تعمل ايه؟ كان لازم اقدم استقالتي. قدمت استقالتي. عزيز حقيقي في الكلام ده؟ ايوه حقيقي. لازم ابعد شويه. هتسافر؟ قصدك حنسافر؟ اصل دي حاجة عايزة ترتيب وانت فاجئتني. نورا انت عارفة كويس قوي ان كلمتي واحدة ما بتتغيرش، واظن الموضوع ده احنا كنا متفقين عليه. عزيزة انا مش موجود، مش عايز اكلم حد على الاطلاق، وخلي الاستاذ نعيم بيستناني. انا عايزه يظهر. لازم انزل، مش هنعرف نتكلم. طيب هنتغدى سوا النهارده، ربع ساعه اكون عندك في المكان بتاعنا. باي باي. باي باي. في ايه بس ولا في ايه؟ تعال نايم تعال. قبل ما اقعد، مين الصاروخ دي؟ بعدين قول لي ايه الاخبار بالنسبه لنا احنا؟ رؤوف علو يعني؟ كله تمام، مفيش احلى من كده. انت اللي عندك هنا الدنيا مقلوبه. انت ايه، خلاص؟ ايوه خلاص، بس مش خلاص على طول. انا واثق ان هي فتره مش هتطول. هتسافر؟ تفرقش يا نعيم، تفرقش. أنا هنا متغرب بروحي. كل ما في الأمر إن هاخد عزيز هداية كله وأغربه. برضه أنا بفضل كده لغاية ما نشوف إيه اللي هيحصل. إيه جديد علينا؟ أنا متعود على كده. طول ما ألمي في إيدي ما تخافش. أنا كل اللي عايزك تعرفه مهما قالوا لك إن اديت البلد دي عمري وحديها الباقي من عمري. أنا كل اللي بيكتبوا ألمي من خلال حب البلدي. أنا من غير حب ما أقدرش أعيش يا نعيم. لا لا لا، وخصوصا الحب اللي كان خارج من عندك دلوقتي. مش عارف يا نعيم، مش عارف. أنا بدأت أتلخبط، بدأت أشك في كل اللي حواليا، حتى هي. لما بتكون قوي بتبقى ضامن قوي كل اللي حواليك. أول ما يحسوا إنك تتخلى عن كرسيك، عن قوتك، عن نفوذك، عن مركزك، كل شيء بيتغير. الابتسامة بتتغير، حتى اللي بينافقوك نبرات نفاقهم بتتغير. فترة أنا واثق إني مش هتطول. نعم أرجوك تكتب لي، اكتب لي عن كل حاجة. أنا كمان مجرد ما هوصل هستقر هبعت لك. أهلا نجاة، اتفضلي.
كنت منتظرك. أنا لسه كنت بكلم ماما وعرفت منها اللي حصل. على العموم دي كانت رغبتك. كل اللي أقدر أقوله دلوقتي تحاولي تخرجي من الدوامة اللي كنت فيها. مش هقدر أقولك انسي بسرعة لأن ده ما بيحصلش. انتي لسه صغيرة وقدامك حياة عريضة ومستقبل كبير ممكن يعوضك عن كل اللي فات. أنا المعذبني مش اللي حصل. أنا بندم على السنين اللي ضاعت مني وكانت إرادتي مش في إيدي. قررت على صعوبته كان لازم يتنفس من زمان. بالعكس تديتي لنفسك فرصة واتنين وتلاتة عشان تحافظي على بيتك، وأنا شايف إن ده كان منتهى العقل. تقدر حضرتك تقول منتهى الغباوة. ليه الإنسان يتردد في أغلى شيء عنده؟ في مصيره، في أيامه، في حياة رافضها شكلا وموضوعا. ليه ما عملتش وقفة؟ ليه ما رفضتش؟ ليه سبته يتم يدفئها أنت؟ ليه ما عرفتش أحط حدود لعلاقتنا؟ إيه دي يا جهاد؟ إحنا دلوقتي بنقيم اللي حصل مش بنحاسب نفسنا. أول واحدة لازم تحاسب نفسها على اللي حصل. أنا تنازلت عن حاجات كتير، استحملت حاجات كتير مش قادرة أتصورها. تنسيش إن كان في بنت بينكم؟ بنتك سارة؟ بنتي ما كانش لازم تكون قيد يخنقني. بنتي لما تكبر وتفهم هتحاسبني. هي صحيح دلوقتي صغيرة، لكن أؤكد لك إنها فاهمة كل حاجة. قولي ليه ضعفتي؟ ليه استحملتي تصميمه على هدمك؟ جهاد انت بتتكلمي كأنك أول واحدة فشلت في حياتها الزوجية أو أول واحدة طلقت. عشان أنا عمري ما فشلت. أنا عملت المستحيل عشان حياتي تستمر مع صلاح، لكن هو لأ. أنا كنت الحقيقة أحب أسمع وجهة نظره، لكن اللي شايفه يعني انه كان بيحبك بطريقته. شوف يا جهاد، في نوع من الرجاله بيبقى الحب عنده امتلاك، انانيه، وده للاسف في معظم الرجاله، وعايز يحس انه حبه او حبك له لوحده بس. لكن اللي حصل شغلك شاركه في الحب ده، نجاحك حتى لو كان هو فخور بيه بينه وبين نفسه مش عايز يعترف بيه حتى قدامك، وكان لازم تقدري ده. أنا تصورت كده في الأول وحاولت كتير أخليه ما يغيرش، بس اكتشفت إنها مش غيرة، ده تحكم وكره وسيطرة. جهاد أنت عارف إن أنا ما أقدرش أغشك أبدا، بس أحب أقولك إن أي راجل في الدنيا مهما بلغت ثقافته وعبقريته بالنسبة لمراته لسه عايش في عصر الحريم. بس ده ما كانش تخطيطنا. أنا الظروف هي اللي بتحركني، أنا مش إنسان عادي، أنت فاهمة ده كويس. أيوة بس نورة، مش ممكن أقبل أي شيء في الدنيا غير إنك تكوني معايا. أنا ظروفي هي اللي بتحركني نورة، رغم إن في نقط خلاف كبيرة بيني وبينك، لكن بحبك. في حاجة فيكي كملني. أنا تعودت على وجودك في حياتي، حتى لما فترات كنت ببعد عنك كنت بتفهمي ده كويس، كنت بتبقي على طول في انتظاري. أيوة، وانت أخدت المسألة دي ببساطة. عزيز انت ما تتصورش فترات بعدك كانت بتعمل فيا ايه. بس انت كنت دايما بتبقي موجودة، عمرك ما بعدت عني. كانش كفاية انك تفكر فيا وانا مش عارفة.
عزيز، محدش في الدنيا يقدر يستحمل كده ابدا. ده كنت بتقعد معايا ساعات طويله من غير ما تتكلم ولا كلمه، ولو انا اتكلمت ابقى مش فاهماك، غبيه. احلى حاجه فيكي مستوى الغباء ده. انا الست الذكيه بتتعبني جدا، طول عمري كنت عايز عواطف تتفاهم مع عواطفي، ومخ مخي يبقى كفايه انه يسمعني وبس. واظن انا كنت مستمعه جيدا جدا. نورا انا قدامي كم يوم، ارجوكي حضري اوراقك للسفر، واظن كتب الكتاب والجواز والكلام ده كله مش ممكن ياخد اكتر من يوم. عزيز، مش ممكن كلامك عن جوازنا يكون بالطريقه دي؟ نورا نتجوز دلوقتي لو عايزه. لا ما اقدرش دلوقتي، مش ممكن. سافر انت الاول وانا حصلك، هو ده الطبيعي. لكن كل ده يحصل وفي ايام وبالطريقه دي مش ممكن. وانا كمان لازم احضر نفسي. انت كنت فين؟ في مشوار. لا ما هو مش كل حاجه في حياتي لازم تعرف. صحيح كنت فين؟ ده رؤوف بيه سأل عليك مرتين. ريح. كنت عند عزيز. طيب وشربت قهوة ولا ليمون؟ شربت الاثنين عشان الكلام كان كتير. على العموم هو بيبلغك حبه وتحياته. طبعا متضايق. طبعا. بس انت عارف عزيز وهو بيموت بيحب يبتسم. عزيز دايت هو رحيل مع الشمس، هو ضحى للسماء وهو بيكتب كأنه بيلعب مزيكا. انسان حساس، نبضاته في قلمه، كل كلمة بيكتبها بتبقى أيام من عمره. طبعا طبعا أنا في الحقيقة متضايق عشانه جدا جدا، دي برضه عشرة عمر. بس هو في الفترة الأخيرة كان مزودها حبتين، كان بيستفز كل الأحاسيس وده مش وقته. صحيح مش وقته. أمال إمتى وقته؟ دلوقتي حالا يا عم عبدو. دلوقتي حالا. يا إما مش هقول لك حكاية التلات ليمونات الحلوين ولا هكمل لك الشاطر حسن. شربك اللبن كوم وتكملت الحدوتة كوم تاني. طيب أنا هشرب اللبن وأنت تحكي، ها؟ شوفي يا ستي يا بنت ستي، اللهم صل على النبي، احنا كنا وقفنا فين؟ الشاطر الحسن خد الحصان بتاعه وراح يدور على العصفور المسحور، وفضل ماشي بلاد تشيله وبلاد توديه، وفي يوم وهو نايم ساعة الفجرية صحي ولقى العصفورة المسحورة فوق دماغه. سألها: يا عصفورة فين بيت السلطان؟ قالت له: بيت السلطان كله نام نام، والسلطان اتجوز بنت السودان، والأميرة توتة عمالة تعيط تعيط وتبكي وتقول: يا عيوني ابكي لولي ومرجان. وبعدين؟ يا حبيبتي انت نمتي، نكمل الحكاية بقى في أوضة النوم. وسألها، قعدت تدور، وراح لبيت السلطان وقال له: أنا عاوز أتجوز الأميرة توتة. عملوا فرح 40 ليلة إلا ليلة. أخيرا رجعنا لأوضتنا تاني.
انت على سريرك وانا على سريري. كانت اجمل ايام حياتي. اه لو بابا عايش دلوقتي وشاف اللي جرالنا يمكن كان هيبقى سعيد. فاكره بعد ما اتجوزنا كان دايما يقول البيت وحش قوي من غيركم يا ولاد. يا ريته كان لسه عايش. بقولك ايه، مش الدكتور محسن كلمني النهارده في التليفون وماما بصت لي شذرا. ايه كان في حاجه مهمه؟ ابدا ولا اي حاجه، اي حجه علشان يتكلم في التليفون وخلاص. معجب يعني؟ طب وليه لا؟ هو ايه ده اللي وليه لا؟ يعني لو كان بيفكر بجد ليه ما توافقيش؟ اوافق على جواز يعني؟ ايوه جواز يعني. انت هتفضلي طول عمرك كده من غير ما تفكري في الجواز؟ اكيد اي وقت وتفكري فيه. دكتور محسن عمره ما خطر على بالي الحكايه دي. هو زي ما تقولي كده بالنسبه لي زميل صديق مش اكتر. خدي مني نصيحه مره واحده، اذا كان هو حقيقي بيحبك بجد وانت حاسه انه يا دوب صديق اهو ده احسن جواز في الدنيا. عارفه ليه؟ عشان هتاخدي وبس، مش هتدي حاجة، وإذا حبيتي تدي هيبقى بالعقل مش بعبط وتلقائية. إيه ده؟ أنت بتسمي الحب عبط؟ طبعًا، بس أنا مش معاكي، لأن عمري ما حسيت إني عبيطة لما اديت حسين أغلى أيام حياتي. حسين ده واحد في المليون، عشان كده مات. لو في يوم من الأيام ارتبطت بواحد تاني غير حسين تبقى خيانة لي. خيانة. أنا لحد دلوقتي عايشة مع كلام، كل كلمة حلوة قالها لي لسه بترن في وداني. هو طبعا الدكتور محسن قد كده مشاعره رقيقه، بس حرام حرام يا جهاد اظلمه معايا، لاني حاسه ان دايما خيال حسين هيكون بينا. قد كده كلمته عني وقد كده سمعني، وبعدين مش هو. تصبح على خير بقى، اصل بكره عيد ميلاد سهر وورايا مليون حاجه اعملها ولازم اصحى بدري. جهاد، هو هيجي لنا بكره حد غريب؟ ايوه، سهر صممت تعزم محمود صاحب صلاح. محمود؟ هو محمود. أنا مش عارفة جهاد، هو أنتي لاحظتي ولا لأ؟ أيوة، صورة تبقى الأصل من حسين. ما هو مش منطق إنهم يفهموا البنت إني مسافر وإني ما أقدرش أحضر عيد ميلادها، دي بتنتقم مني. ما تكبرش الموضوع، لا الوقت يسمح ولا الجهات تقدر تشوفك. وبعدين لو البنت شافتك هتسأل 100 سؤال ومش هتقدر تفهم ليه لما انت رجعت من السفر قاعد في حته وهم في حته. يعني هيفضلوا طول العمر مفهمينها اني مسافر؟ دي بنتي ومن حق ان انا اشوفها وفي الوقت اللي انا عايزه كمان. طيب خلاص خلاص، سيب الموضوع ده وانا هبقى ارتبه مع جهات. ادي دي لسهر، قول لها بابا بعتها لك وبسهالي.
سنة بخير. كل سنة بخير. كل سنة بخير. مساء الخير. ازيك يا حبيبي؟ كل سنة وانت طيبة. انت طيب يا عم. فافي بعت لك العروسة دي. وأنا جايب لك الهدية دي. ميرسي قوي. مامي شوفي بابي بعت لي ايه من برا. حلو قوي يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة. أهلا أستاذ محمود. أهلاً. اتفضل. شكرا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. بكرة تبقى عروسة ونحضر فرحها وتعجز جهاد. واحنا كمان نكون عجزنا قوي 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 يا دكتور شمس. هي نجيبة انا مش شايفك اتغيرتي من 30 سنة. مش عارفة نهلة اتأخرت ليه؟ مع انها عارفة ان احنا الساعة 7 هنطفي الشمس. هي متعودة تتأخر كده في الشغل؟ نهلة اصلها بتحب شغلها قوي وبتنسى نفسها قدام العيانين بتوعها. نهلة من صغرها كانت عاوزة تطلع دكتورة. كانت دايما تقول لي وهي صغيرة تعالى أكل سمت أما أشوف لك الضغط. طبعا إذنكم هكلم الجريدة علشان أطمن على المقال بتاع بكرة. تفضل. الو. اهلا يا جهاد. اهلا. طب ما قلتليش ليه؟ على الاقل كنت قمت بالواجب. على ام يا ستي كل سنه وهي طيبه. لا 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 اطمني المقاله مكتوبه كويس قوي وانا قريتها بنفسي قبل ما تنزل المطبعه. على فكره انا عايزك تبوسيلي سهر. قولي لها أنكل رؤوف بيبوسك. مع السلامة. مساء الخير. مساء النور. كل سنة وانت طيبة. يلا. ايه مالك؟ تعالي تفضلي يا ست هالة. كنت علشاني. طبعا علشانك. وانا عندي كم سهر سهر الحلوة الحلوة الأمورة. كل سنة وانت طيبة. جهاد. اهلا يا ميلا. كل سنه وانت طيبه. معلش تاخرت عليك. اما يلا بقى نطفي الشمع. يلا يا اولاد. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. يلا يا سالم. يلا حبيبتي. اتفضل اتفضل يا دكتور. يا عم بولع لك الشمع. والله كبرتي. نغني لها بقى؟ يلا يلا. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا سهر. أمنية حياتي إن جهاد تطلق. ليه؟ وده يغير إيه في الموضوع؟ يغير إيه؟ هيغير كتير. كل اللي ما قدرتش تقوله زمان هتقدر تقوله دلوقتي.
بندم على السنين اللي ضاعت مني وكانت إرادتي مش في إيدي. قررت على صعوبته، كان لازم يتنفس من زمان. مش عارف يا صلاح، عينيها فيها حزن غريب. أول مرة شافتني اتلبخت كأنها تعرفني، حسيت إنها بتتهرب من كلامي. آه، ما أصل أنت فيك شبه من المرحوم حسين جوزها. آه، قول كده بقى، ده يفسر لي حاجات كتير. المهم سهر، قالت لك إيه لما خدت العروسة؟ سهر؟ آه، دي كانت هتتجنن من الفرحة. وجهاد؟ جهاد كانت كأنها في دوامة، بتحاول تبان سعيدة قدام البنت. لكن قول لي يا صلاح، أنت علاقتك بنهلة كان شكلها إيه؟ تكلمنا عنها. اللي حاسس إنها في أزمة، في دوامة. نهلة على عكس جهاد تماما، من نوع اللي تقدر تمسك عواطفها بإيديها. قصة الحب اللي كانت بينها وبين حسين كانت أسطورة، أي حد كان يشوفهم مع بعض ما كانش يصدق إن دول اتنين متجوزين. كانت قصة حب عنيفة وفي نفس الوقت عاقلة. إزاي؟ كمل. كانوا متفاهمين وهي كانت عاقلة، رغم ان حسين كان طيار، يعني فترات لقائهم كانت قصيره، لكن كان دايما مخلياه اسعد انسان في الدنيا. اه، لازم كان عاقل ورزين. ابدا، حسين من النوع الخفيف، كان زي الطفل الصغير لعبته الطيران. عمرها ما حسسته ان شغله ده واخده منها ابدا، بالعكس كانت بتقعد تسمع لمغامراته باعجاب يخلي اي راجل في الدنيا طاير في السماء. وشغلها؟ عمرها ما حسسته ان شغلها ده عنصر رئيسي في حياتها، كان دايما هو الاول وبعدين اي حاجه بعد كده. يعني كانت هي كل حاجه ومحسساها في نفس الوقت ان هو كل حاجه. بالظبط. طيب بعد وفاته ما فكرتش انها تتجوز؟ جالها عرسان كتير بس هي رفضت. الحب ده من الصعب انه يتعوض يا محمود. ابدا، انا مش معاك. الإنسان اللي يقدر يحب الحب ده كله ما يقدرش يعيش من غير حب. الحمد لله، ما أخبيش عليك، العملية دي كانت شغلاني جدا، بس النهاردة أنت كنت في أوضة العمليات أستاذة. يا خبر يا دكتور شمس، أستاذة مرة واحدة؟ قريب جدا هتقومي بكل العمليات لوحدك، بس تأكدي مش هتبقي لوحدك ابدا، ربنا سبحانه وتعالى هيبقى معاكي كل دقيقه وكل ثانيه. احنا عباره عن ادوات بننفذ ارادته ومشيئته. ده حقيقي يا دكتور شمس، بس حضرتك عملت عمليه تانيه في الاخر انا كنت خايفه منها قوي، ولحد ضربات القلب ما انتظمت كان خلاص اعصابي تعبت. اوعى حد يسمعك كنت بتقولي كده، مفيش ابدا دكتوره تقول اعصابي تعبت، ده انا لسه بقولك هتحلي محلي. قولي لي بقى، اخبار جهاد ايه؟ احسن دلوقتي؟ متهيألي كده. ونهله؟ انا؟ ايوه. شوفي اللون الابيض عليك حلو ازاي؟ امتى بقى هنقلع الاسود؟ متهيألي يا دكتور شمس، لحد دلوقتي مش حاسه ان انا ممكن اقلع الاسود، مش عشان تقاليدنا كده وبس، لا، بقيت بحس انه جزء مني.
مش كاذبة بيه، كأن حسين سابهولي أمانة. بس أنا مش شايف أي علاقة بين إحساسنا وبين لبس الأسود، وجايز جدا يكون الأسود ده جوانا مع الدم تحت الجلد مع الإحساس، إنما يعني مش لازم نفرضه على الناس زي ما يكون رافعين راية ممنوع الاقتراب. يمكن، مش يمكن، ده أكيد. طب خلينا واقعيين شوية، عمليين شوية. اللي حصل لحسين ده قدر، وقدرنا كلنا مكتوب فوق بالدقيقة وبالثانية. لبس الأسود ده باستمرار اعتراض مستمر على إرادة كبيرة جدا ما احناش قدها. معايا؟ بس أنا عمري ما فكرت في الفكرة دي حقيقي يا دكتور شمس. نهلا، احنا لازم نغير النظام ده كله. الدم بيتجدد في القلب كل ثانية، الأمل كمان لازم يتجدد. أنا عمري ما فقدت الأمل، بالعكس يا دكتور أنا بحب شغلي جدا. أنا خايف بس يعني شغلك ده بقى يسرقك من حياتك وعلى ما تفوقي يكون الوقت فات. مالك يا جهاد؟ في حاجة؟ مش عارف أكتب ولا كلمة. يبقى مفيش انفعال؟ طب وبعدين؟ وما قلت الأسبوع. اعتذري. اعتذر إزاي؟ هو أنا ملكي نفسي؟ طول ما في حالة ركود نفسي أنت حاسة بيه ومش منفعلة بأي أحداث يبقى مش هتعرفي تفكري. هتعلم. ما تعرفيش أبدا. الناس اللي بتتحرك من غير انفعالات وعواطف هي دي اللي بتكسب. انا لو اعتمدت على الانفعالات مش هكتب حاجه ابدا. هكتب عن ايه؟ عن الملل اللي انا حاسه بيه، عن كيف تهتمين بزوجك وبيتك. محدش هيصدقني. اكتب عن الفشل في الحياه الزوجيه، وانا المفروض شغلتي اني اعمل دعوه للحب والتفاهم. اقول ايه؟ اقول ان الحب اكذوبه كبرى وانا بكتب للمرأة نص المجتمع. جهاد انا مش مصدق ان انا بسمع منك الكلام ده. انت طول عمرك عندك ارادة، ما تخليش اللي حصل ده يأثر عليك وعلى ألمك. ما تبقيش جهاد رشيد. انا فكرت اكتب بحريتي واستخدم ارادتي زي ما بتقول، بس لو اترفض كلامي هبقى فشلت. فشلت في كل حاجة. أنا حاسة إني بتخنق. لو كتبت بحرية شوية هيقولوا عليا وجودية وما عندهاش مبادئ، وهم كلهم كذابين، كلهم أعماقهم بتقول غير اللي لسانهم بيقوله. جهاد أنت دلوقتي في حالة ثورة على كل حاجة، وده كويس. إحنا أصدقاء وأنا بكلمك بمنتهى الأمانة. اكتبي، وإذا ما قالك اترفض ما يهمكيش، اكتبي تاني. أنا كل اللي يهمني إن قرائك ما يقولوش إن التجربة الشخصية أثرت على ألمك. التجربة الشخصية دي أول حاجة بتحرك الألم. التجربة الشخصية دي خلتني في يوم من الأيام كتبت عن الحب وصدقوني، عن العطاء وصدقوني. أنا وجهت كلام كتير قوي للست، عايزة أكتب مقالة واحدة للراجل. وأنا موافق. اتفضلي. وهكتب بقى عنوان المقالة في الصفحة الأولى. عفواً أيها السيد، وهحطها في صفحة لوحدها مش في باب المرأة عشان كل القراء يروها. يعني حضرتك هتنشرها زي ما هي مش هتشيل ولا كلمة؟ انت مش رجعتيها؟ حضرتك عارف إن أنا ما براجعش مقالاتي. آخر كلمة بكتبها بقلم جهاد رشيد، وبعدين بتكون في يد حضرتك. Thank you.
المقالة خطيرة جدا، ده فيها هجوم على الجنس الخشن قوي قوي. أنا عايز أسألك سؤال واحد وتجاوبيني عليه. عندك استعداد تتقبلي رد القراء اللي ممكن يكون صارخ جدا؟ طبعا. خلاص، ده اللي كنت عايز اسمعه. متشكرة قوي. وفي نهاية المقال بتقول: ينبغي على كل امرأة عندما يتوقف نبض قلبها عن الحب وتشعر أنها فقدت كل شعور بالعطاء واستنفذت رحيق أيامها أن تهمس بلا ضجيج. عفواً أيها السيد، تفضل. مقال جريء بشكل، بس بدون حساسية ومن غير ما نزعل من بعض. كل اللي بتقوله صح. مع احترام رأيك، أنا مش شايف ولا كلمة من اللي قالتها صح. دي إنسانة مغرورة. صلاح، بدون تحيز لقضايا شخصية، جهات هنا بتحاول توصف أحاسيس الراجل، بتكشفه. بداية تقدر تقول عليها سليمة 100%. بيني وبينك كل كلامها صح. لو سمحت يا باشمهندس، احنا مش جايين هنا عشان نناقش مقالات جهاد رشيد. لو سمحت، الرسومات دي تطبع وتتوزع على السادة المهندسين. طب ما تزقش كده وتبقى عصبي، ده أكبر دليل على إنك بتحبها. وإيه الفايدة بعد كل اللي كتبته؟ الله، هتفضل طول عمرك تقاوح. ما تحاول تفهم هي عايزة إيه. معرفتش. حاولت ومعرفتش. لا، أنت عرفت، بس ما عندكش اللي هي عايزاه. امكانياتك العاطفيه مش قد الكلام ده. انت بتتكلم على مستوى عالي قوي. ليه مش قادر تفهم يا صلاح؟ القسوه اللي في المقاله دي بتقول كتير. بتقول انها اتجرحت، بتقول انها حملت كبريائها وكرامتها فوق طاقتها. فلقيتنا بالكبرياء والكرامه بتاعتها يا اخي. ده عايزه كمبيوتر عواطف عشان يفهم ده عايزه ايه. ما عندكش اي احساس بالندم؟ عندي احساس بالندم على حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان اتسرعت وطلقتها. كان لازم سبتها سنه ولا اتنين متعلقه تتعذب. الجريدة والتحرير والتليفونات. نفسي تفضلي شوية. أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذ. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذ. تفضل. تفضل. أستاذ عزيز، ما يلزمكش أي خدمات، إحنا جايين. أنا متأكد يا جماعة من مشاعركم. كل اللي يهمني إن الجريدة تستمر زي ما كانت، مفيش داعي لأي قلق. ثم دي مش أول مرة بسيب فيها البلد وبسافر. على كل حال يا أستاذ عزيز، حضرتك كنت مرهق جدا في الفترة اللي فاتت، واعتبرها فترة استجمام. بالظبط كده يا فندم. وانت يا علي، عايزك تتوقع انك محتمل متقعدش في مكانك. خد المسألة ببساطة، اوكي؟ جرايه يا جماعة، أنا مسافر وسايب رجال. مفيش داعي تعملوها دراما بالشكل ده. ثم أنا مش عايز عبودية للأشخاص. الشخص اللي هيحل محلي صديق وزميل تقريبا بيفكر بنفس طريقتي. عايزكم تقفوا جنبه، تدوله كل الحب اللي اديتهولي كقيمة، كمبدأ مش كاسم. كل المطلوب منكم انكم ما تحولوش اللي قدامكم لصنم تعبدوه. اتفقنا؟ اتفقنا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. السلام. مع السلامة. علي، أنا مستنيك بكرة، متأخرش عليا. ها؟ حاضر يا فندم. مع السلامة. تصبح على خير. أنت من أهل.
الو انت كنت فين؟ نورا عايز اشوفك فورا. لا مش مجنون ولا حاجه، بقولك لازم اشوفك فورا. انت فاهم يعني ايه انزل من البيت دلوقتي علشان اقابلك؟ لما كنت بتحبي تشوفيني كنت بتنزلي في اي وقت، ايه اللي اتغير؟ ابدا يا عزيز ما فيش حاجه اتغيرت، بس انا بس انت ايه؟ انا عايز اسمعك اتكلمي. انا مش قادر اتصور اني هسيبك واسافر. نورا يجرى ايه لو عزيز؟ احنا مش اتكلمنا في الحكايه دي، ارجوك اديني فرصه. هديك فرصه ليه؟ نتعرف على بعض من جديد؟ يعني اخطبك لحد ما تعرفي اخلاقي؟ عزيز انت مش في حاله طبيعيه. عزيز انا نورا اوعي تخلي الموقف يفرض عليك كلمه حب ما انتش حاسه بيها. نورا انا بحبك، حسافر على امل واحد انك تحصليني. سيدي أستميحك عذرا، سأواصل الكتابة إليك، عنك أكتب، فقد كتبت كثيرا للنساء والآن أكتب إليك لأكشف لك عن خباياك. عذرا سيدي فقد تجرحك كلماتي، ولكن احتمل فقد سبق لك أن جرحت قلبي. جهاد انت لسه صاحية؟ أيوة يا ماما. عينيك يا بنتي، ده احنا قربنا على الفجر. خلاص يا ماما خلصت. طب كفاية كده قومي نامي. حاضر يا ماما. مش بذمتك عندها حق. نهلا انت قريتي المقالة كويس؟ طبعا يا دكتور، مش مقالة أختي؟ مش معقول كل الهجوم ده على الحب؟ والله أنا شخصيا مقتنعة بكل كلمة هي قالتها. أيوة بس دي بتقول إن مفيش حاجة اسمها حب. بالمعنى اللي هي فهماه. أيوة الله، دي المقالات دي هتيجي على دماغ أنا. وأنت ليه يا دكتور واخدها مسألة شخصية كده؟ أنت أصلك لا تعرضت للعذاب ولا الهجر ولا ولا الحب، مش كده؟ مش هو ده اللي انت عاوزه تقوليه؟ لا يا نهله، في حاجات كتير قوي الانسان بيحسها، ويمكن لقدسيه الاحساس اللي عنده ما بيقدرش يعبر عن اللي جواه. هو لو فضلت ما تعبرش كده كتير يبقى كويس. انت لغايه امتى هتفضلي تصدري كل احساس انا حاسس بيه ناحيتك؟ انا؟ ايوه يا نهله انت. أنا خلاص ما بقتش قادر أسكت أكتر من كده. نهلة أنا أنت إيه يا دكتور محسن؟ اتكلم. نهلة أنا بحبك.